لمناقشة هيمنة الميليشيات على ملف الحدود العراقية ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، الميليشيات تحاول مجددا في موضوع عرقلة تنفيذ اتفاق منفذ جميمة الحدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية. هذا المنفذ يهدف لتوسيع التعاون الاقتصادي بين الدولتين، ولكن ما الغاية من محاولة إفشال الميليشيات لهذا الاتفاق، وكيف سينعكس على مستقبل العراق الأمني والاقتصادي؟ مساء الخير والمحبة عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. بالحقيقة كان تقريركم واضح على الـ على الـ على الـ على الحدث الأبرز اليوم بالمنفذ جميمة. هذا التصرف مال الميليشيات هو يعني نقدر نقول انه شقين، شق طائفي وشق اقتصادي. الشق الطائفي ابحث ايران بالمساله. الميليشيات ما تتصرف شيء بدون خدمه ايران يعني، وايران لانه عندها مشاكل مع السعوديه كان لابد انه الميليشيات تتشوش على هذا الشيء. والشق الثاني الشق الاقتصادي، بعد ما رفعت ايران يدها عن الميليشيات، يعني لازم هم يدورون على تمويلهم بنفسهم نظرا للضائقه الماليه تمر بها ايران جراء الحصار. فهذه الشقين هي اللي تلعب الدور الاساسي بالمناكفه اليوم اللي تسوي الميليشيات. ولكن قاده الميليشيات يبررون رفضهم لهذا التعاون بين العراق والمملكه العربيه السعوديه، يقولون ان منفذ جميمه سيكون بابا لخرق الأمن القومي للعراق. هل هذه الرواية قابلة للتصديق أستاذ مظفر؟ طبعا غير قابلة للتصديق، لأنه الأمن القومي العراقي من سنة 2003، من يوم 9/4/2003 هو مثل الجبنة السويسرية مليء بالثقوب. الحدود المفتوحة والميليشيات والمخابرات اللي تلعب شاطي باطي بالعراق، عن أي أمن قومي يتكلمون؟ هم أكثر أول الناس اللي من تهكين هذا الأمن القومي، لكن هي حجة يتعلقون بها ويروجوها يعني للتغطية على أعمالهم. على أي أمن قومي؟ عن الأمن القومي اليوم اللي الزوار الإيرانيين اللي ضربوا منفذ الشلامجو وطبوا بالآلاف، لو طيارات النقل اللي تنقل الإيرانيين بدون فيزا وبدون تسجيل وبدون أسماء. الأمن القومي يشتغل بس بصفحة منفذ جميمة. إذا ما تحدثنا عن موقف حكومة الكاظمي، نجدها تقف يعني عاجزة أمام الميليشيات رغم توقيعها على مذكرات تفاهم مشتركة مع بلدان أخرى مثل السعودية. لماذا هذا الموقف السلبي من قبل حكومة الكاظمي؟ لأنه حكومة الكاظمي حكومة هزيلة. يعني دائما يعني أطلق عليهم مثل، عندنا مثل بالعراق مثل الحرامي اللي مثل اللي يقول للحرامي بوق ويقول له البيت دير بالك. هم من جانب يعني يتعاملون كانهم دوله وكانهم عندهم سياده، ومن جانب ثاني يعني رئيس حكومتهم انسان جبان مهزوز ما عنده اي سلطه، ما عنده اي 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 اي, أي, أي سيطره على جندي بالشارع. ما يقدر يسوي شيء. وبكره راح اشوفه قاعد وياهم وياكل وياهم يشرب وياهم يلبس ملابسهم ويطلب رضاهم. ما حكومه ما عندها اي سيطره على اي شيء على اي شارع بالعراق. هل تعتقد أن الميليشيات كانت سببا رئيسا في عملية عرقلة الاستثمار في العراق، لا سيما أن استقرار الدولة كما تعرفون يعني يلعب دورا مهما في جذب المستثمرين؟ هل تعتقد أن الميليشيات لعبت دورا مهما ومحوريا في إبعاد المستثمرين عن العراق أستاذ مظفر؟ طبعا هو المبدأ يقول رأس المال جبان. رأس المال ما يجي على مكان ما بي أمان وما بي سلطة وما بي قانون وما بي دولة. الميليشيات تبحث عن من يدفع لها خاوة، يدفع لها نسبة من المدخول. هم هذه مو أول مرة يستخدموها مع السعودية ومع المشاريع السعودية بالعراق. قبلها كان مشروع استثمار البادية بالسماوة، وكان أنه المفروض من عندها أنه إحياء المنطقة كلها. أهم يعني اشتغلت شغلات الأمن القومي والأمن العراقي وغيره وغيره. هم يبحثون عن مدخول لهم. أستاذ مظفر، عن موضوع اقتحام إيرانيين بالقوة معبر الشلامشة الحدودي من أجل زيارة الأربعينية برغم عدم حصولهم على تأشيرات للدخول إلى العراق، بأي عين نظرت إلى هذا الفعل؟
هي هذه مو أول مرة أستاذنا الكريم، هذه مو أول مرة، السنة اللي فاتت هم يعني والسنة اللي قبلها حدود يعني مفتوحة بحدود تايهة، يدخلون الزوار ويطلعون براحتهم، توجيهات من الحكومة ومن السلطة أنه يكون تهاون بهذه المسألة، لغة الفيزا، لغة الرسوم الدخولية للعراق. بعد يومين نصف هؤلاء أو مجموعة كبيرة منهم راح تبقى بالمدن العراقية في سبيل التغيير الديموغرافي اللي قاعد يسوونه الميليشيات وغيرهم في بالعراق، وترحيل ناس وتهجير ناس ويجيبون زوار إيرانيين مكانهم، هذا جزء من التغيير الديموغرافي. إذا ما تحدثنا عن الحلول، هناك محاولات من بعض الدول العربية في إعادة العراق إلى محيط العربي، ولكنها مع الأسف فشلت في ذلك. إذا ما تحدثنا عن الحلول، ما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمامها في ظل النفوذ الإيراني؟ ما الذي على الدول العربية أن تفعله أستاذ مظفر؟ والله بصراحة يعني هي هذه مشكلة كبيرة. أنا بالنسبة لي من متابعين التعاون السعودي مع الحكومات العراقية المتعاقبة من 2003، السعودية بذلت جهد كبير بإسناد الحكومات العراقية بالمنطقة الخضراء، دعم مالي، دعم إعلامي، دعم سياسي لهم، لكن هم يعني هم اللي يتوجهون بتوجه إيراني، في حين أنه إيران الآن عندها مباحثات مع السعوديين في العراق نفسه بعد مئات الكيلومترات عن السماوة، يعني هم يتفاوضون مع السعوديين من صفحة، ومن جهة ثانية يشوشون على السعودية وعلى مشاريع السعودية. الدول العربية تتقدم يعني سواء بمصلحة أو غيرها تتقدم إلى العراق، لكن الإيراني تأثيرهم كبير على الحكومة العراقية على الميليشيات. عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.